مقدمة للحسابات المتعلقة بأبعاد وحدة الخلية. ولقد درست بالفعل الهياكل البلورية المكعبة في الفيديوهات السابقة. أيضاً، أنت تعلم أن هذه الهياكل ستعرف خصائص المادة الصلبة. حسناً، كيف يمكن للمرء تحديد الهياكل البلورية؟ طريقة مدهشة لاستخدام تحديد الهياكل البلورية هي انحراف آلة شأثيع الصينية. قد مهدت المعلومات الهيكلية التي تم الحصول عليها من هذا التحليل الطريق للتطوير المستمر في الأجهزة الإلكترونية وكيمياء المعادن، وعلوم الأرض، وعلوم المواد، والمستحضرات الصيدلانية وغير ذلك. تتضمن هذه الطريقة بعض الحسابات البسيطة لتوفير بيانات مختلفة، بما في ذلك من أبعاد وحدة الخلية، حجم وحدة الخلية، كثافة المعدن، وزن ذرة واحدة وثابت أفوجادرو. ومن المثير للاهتمام، يمكن استخدام كثافة وحدة الخلية تحديد كثافة البلورة المكعبة نفسها. لذلك، ستتعلم اليوم حساب كثافة وحدة الخلية باستخدام أبعاد وحدة الخلية. العمليات الحسابية التي تتضمن أبعاد وحدة الخلية، تحليل انحراف آلة شأثيع الصينية، هو أقوى أداة لتحديد الهياكل البلورية. من بيانات انحراف آلة شأثيع الصينية، يمكن حساب المسافة بين المستويين المتتاليين من الذرات باستخدام المعادلة 2 دي سين تيتا يساوي إن لامدا. تعرف هذه المعادلة بمعادلة براغ، حيث لامدا هو الطول الموجة للأشعة الصينية المستخدمة في الانحراف. تيتا هي زاوية الانحراف. إن هو عدد صحيح، رتبة الانعكاس. ومن خلال معرفة قيم تيتا ولمدا أن يمكننا حساب المسافة بين الطبقات الذرية D. وبالتالي إن D يساوي N إلى لمدا مقسما على 2 من سين تيتا. باستخدام هذه القيم يمكن حساب أبعاد الخلية الوحدة. حسابات الكثافة. بعد الحصول على أبعاد وحدة الخلية، يمكننا حساب حجم وحدة الخلية. بمعرفة كثافة المعدن، يمكننا حساب كتلة الذرات في وحدة الخلية. علاوة على ذلك، فإن تحديد كتلة ذرة واحدة يعطي طريقة دقيقة لتحديد ثابت أفوجادرو. ضع في اعتبارك أن A طول طرف الخلية الوحدة من البلورية المكعبة التي يتم تحديدها بواسطة انحراف الآلة شأثيع الصينية. D هي كثافة المادة الصلبة، M هي كتلة الوزن المولي. في حالة البلورية المكعبة، يساوي حجم الخلية الوحدة مكعبا، حيث أن كتلة الخلية الوحدة تساوي عدد الذرات في الخلية الوحدة في كتلة الذرة الواحدة. هنا يمثل زد عدد الذرات الموجودة في الخلية الوحدة الواحدة. أم هي كتلة الذرة الواحدة. كتلة الذرة الموجودة في الخلية الوحدة تساوي كتلة الوزن المولي مقسمة على رقم أفوجادرو. وذلك أن كثافة الخلية الوحدة تساوي كتلة الخلية الوحدة مقسمة على حجم الخلية الوحدة. عند استبدال القيم المعروفة، ستحصل على أن كثافة الخلية الوحدة تساوي عدد الذرات في كتلة الذرة بواسطة مكعب إلى رقم أفوجادرو. فالآن، دعنا نبسط المعادلة لتقييم كثافة خلايا الوحدة المختلفة. تعلم أن الخلية الوحدة المكعبة البسيطة تحتوي على ذرة واحدة فقط. لذلك، يتم تبسيط كثافة الخلية الوحدة البسيطة بطريق كتابة قيمة زد واحدة. ثم في BCC، قيمة عدد الذرات زد هي 2. تتم كتابة كثافة الخلية الوحدة BCC كما هو موضح، حين أن عدد الذرات في FCC هو 4، وبالتالي أن الكثافة كما هو موضح. فيمكن استخدام كثافة المعدن وطول الخلية الوحدة لتحديد نوع التعبئة. أتمنى أن تفهم صيغة الكثافة. حان الوقت لحل مشكلة عينة.
ضع في اعتبارك أن المعدن الفضي، الذي تبلغ كتلته الذرية 107.9 AMU، التي تشكل شبكة CCP، ودراسات الألاشأث السينية، لبلوراتها أن طول طرف الخلية الوحدة الخاصة به، يبلغ 408.6 بيكومتر. احسب كثافة الفضة. أولاً، دعنا نكتب المعلومات المذكورة، لأن المعدن الفضي في شبكة CCP، فإن عدد الذرات الفضة يكون لكل وحدة خلية Z يساوي 4. ثم، قم بتحويل قيمة كتلة الوزن المولي المذكورة للفضة بالكيلوغرام لكل مول وطول حافة الخلية الوحدة بالأمتار. الآن، دعنا نكتب معادلة الكثافة التي درستم ونستبدل جميع القيم المعروفة. عند التبسيط، ستحصل على كثافة الفضة 10.5 جرام cm للقوة ناقص 3. الخاتمة. هذا ينقلنا إلى نهاية الدرس. أتمنى أن تفهم أن كثافة الخلية الوحدة هي نفس كثافة المادة الصلبة. أيضاً، من بين البارامترات الخمسة، بما في ذلك من الكثافة والعدد الذري وكتلة الوزن المولي، حجم الخلية الوحدة ورقم أفوجادرو، إذا كان أي أربعة معروفة، يمكننا تحديد البارامتر الخامس. وفي الفيديو القادم، سنتعلم حول العيوب في المواد الصلبة. الملخص. في هذا الدرس، قد تعلمت النقاط التالية، وهي تحليل انحراف الألاشأث السينية هو أقوى أداة لتحديد الهياكل البلورية. من بيانات انحراف الألاشأث السينية، يمكن حساب المسافة بين المستويين المتتاليين من الذرات، باستخدام معادلة 2 دي سين تيتا يساوي إن لمدا. تعرف هذه المعادلة بمعادلة براغ. تتضمن هذه الطريقة بعض الحسابات البسيطة لتوفير البيانات المختلفة، بما في ذلك من أبعاد وحدة الخلية، حجم وحدة الخلية وكثافة المعدن، وكتلة الذرة الواحدة، وثابت أفوجادرو. كثافة الخلية الوحدة تساوي كتلة الخلية الوحدة مقسمة على حجم الخلية الوحدة. ويمكن استخدام كثافة المعدن وطول الخلية الوحدة لتحديد نوع التعبئة.